انا اللي مرضني هاد الايام هو داك ايهاب شي حاجه اتطبق ولا شي حاجه سليت ايام فيما تلفتي ايهاب كلشي كيهضر عليه والله العظيم الا زعما والله القاسم اش هذيك الحاله اش هذيك الحاله اش هذاك المستوى وصلنا ليه الله ينعم واش بنادم عنده كرامه معنا زعما كانت انا عندي دي فام كان حماق شي واحد ثاني حماق عليه زعما ما قراش نتلاقى ما نديرش عليه هكا واش هاد الناس عندهم واش عندهم كرامه هادو ما عندهمش كرامه والله ما عندهم ديره نفس والله العظيم انكو كانت عندي شي اختي بحال هكاك والله تنخلي ضربوها بالله لا مع السيطانه ما راجلش اش هذاك المستوى اش هذاك العيب فين راه 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 المراه عندها كرامتها شي كثر من الراجل كاع المراه خص تكون عندها واحد تكون عندها واحد عزه النفس حيت هذيك عزه النفس هي اللي كدير لها قيمه في المجتمع يعني البنت اللي ما عندهاش عزه نفس تا 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 الراجل ما يشوفش فيها زوجة لولادو ولا انت تبان بحال شي ستيلو كلشي كيستخدمو فملي كنوصلوا لاننا كنشوفوا بنات يبقاو يحماقوا ويطيحوا ويعنقوا ويبوسوا وسخفانات اش هاد الحاله هادي اش هاد التربيه اصلا اش هاد المستوى وحق الله القسم الا انا ملي شفت هذاك الشيء وحق الرب الا تنيرت اقسم بالله نيرفيت وحق الله اش هادي دابا تكون عندها اولاد وبتربي اولاد ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله ما يعرف حق الرب زعما انا كون كانت عندي والله تنقولها بصراحه زعما واخا يكونوا ناس ما متفقينش مع والله كون كانت عندي اختي هك اقسم بالله حتى نخلي ضربو زعما تمشي دير هاد الحال والله حتى نخلي ضربو بالله اقسم بالله حيت هذا ماشي تربيه هادي والاباء اللي عندهم بناتهم بحال هكا سمحوا لي ما ولدتو والو سمحوا لي تقول لي حريه شخصيه تقول لي هذا غادي نقول لك اسيدي حنايا بلد اسلامي وهذاك الشيء اللي وقع غير مقبول وحتى من غير بلد اسلامي والاسلام وهذا كاين واحد الحاجه سميتها عزه النفس يعني باش وحده تشوف واحد وتسخف وتطيح اش هاد وتحماق عليه وتطيح علاش هاد عزه النفس اش فين هي كرامتك فين هي كيفاش يبدا يقيس فيك هو طايحه عليه جسدك كله اش هاد انا سمحوا لي ما عجبنيش هذاك الشيء ما عجبني ما كايناش كرامه هاد البنات سمحوا لي ما عندهمش كرامه هاد البنات هما اللي كيتضحك عليهم في الاخر اللي وحده تدير على وحده هكا يعني هادو هما البنات اللي كيتضحك عليهم في الاخر وكتشوفهم في الاخر دايرين الفضايح صراحه انا ماشي ضد هذاك السيد اللي داروا عليه هذيك الحاله من حقه الناس معجبين به واخا انا ما تنعرفوش شخصيا ما متابعوش ولكن انا اللي ماشي بقى في ماشي عليه هو انا على هادوك البنات اللي وماشي كاع معجب هاد بغيتو تلاقاو وتسالموا معاه تصوروا معاه باحترام كاين شي حاجه سميتها الاحترام شي حاجه سميتها كان عزيز عليا انت ولكن ما دي سيغتين ليميت ما نقدروش اننا نتجاوز هذوك الخطوط الحمراء اما انت كترمي عليه وتعنقي فيه وحده سخفات وحده طاحت الجرده والمهم انني عنقته وبستو اش هاد المصيبه الكحله اللي وصلنا لها انا والله مرضى هذه تربي لي ولادي بالله العلي العظيم وعلى المهم وهو براسو ولا خايف منهم راه بصح الكمامر راه غوجهوك شتي الكمامرهم كي دايرين بعدا ما كاين حتى شي وحده تحمر الوجه دايرين كل زكت خاطي غاسك ما عرفناهم واش انس ولا الجن بعدا داك الكاميرا داكشي اللي شفت زعما مع احترامي للانسانيه احترامي للانسانيه والخلق الخلق الخالق لكن داكشي زعما باين هذاكشي كيدير يلا على العموم هادشي باش هضرت لها المهم جبتيني والله الا سرع جبتيني فهاد الهضره هادي وما بغيتش نهضر فيها اصلا نيرفيت هاد اليومين هادي وحق الرب الا تنيرفيت اقسم بالله ملي تنشوف هذاكشي لا تنيرفا كنبغي كاع انا نهضر في هادشي مي بون